مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير فتة الباذنجان. عنا لبن، ملعقه طعام عصير حامض، ملعقتين طعام طحينه، حبه ثوم كبيره نعمتها بهيدا الشكل، نص ملعقه صغيره ملح، نص علبه حمص، كمان قليت كاجو ولوز، والباذنجان قطعتهم بهيدا الشكل وقليتهم، وقلينا خبز كمان. حوليت الخبز والباذنجان والقلوبات اقليهم عشان ما اطول عليكم بالفيديو. لنبلش الطريقه. بسم الله. بنحط طحينه فوق اللبن، كمان الملح والثوم، عصير الحامض، خلطهم منيح مع بعض. بسم الله. طريقة جدا سهلة وسريعة. انتهينا من التخليط. أول شي شوي لبن بالصينية. بسم الله. بفلشهم بهيدا الشكل. الباذنجان، مد الباذنجانات بهيدا الشكل كمان، بفلشهم بوزعهم. حمص، كمان الخبز، هلا بحط اللبن، برش المكسرات على الوجه بهذا الشكل، انتهينا من تحضير الفتي. هيدي الفتة اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق على الفيديو ويعمل إعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.